سلامتكم هدفنا الأول. معاً لنواجه خطر المتفجرات. تعتبر التفجيرات من أكثر وسائل الإخلال بالأمن عنفاً وإجراماً، ومن أشد الكوارث مفاجأة نظراً إلى جسامة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وتداعياتها السلبية في نفوس المواطنين، وهي غالباً ما تصنف في خانتي الإرهاب والجريمة المنظمة. ولا شك في أن الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها أصبح من السهولة بمكان في عصرنا الحاضر، وبالتالي بات من الضروري على الأجهزة المختصة في الدولة اتخاذ أقصى درجات اليقظة ومضاعفة الجهود الأمنية الوقائية منها والمباشرة، كما بات من الضروري على المواطن التحلي بوعي كاف حول هذا الموضوع الشائك، سواء لجهة إبلاغ القوى العسكرية والأمنية عن أي جسم مشبوه أو حالة غريبة، أو لجهة التعامل مع المتفجرات في حال حصولها للحد قدر الإمكان من أخطارها وتداعياتها. وانطلاقاً من ذلك، تضع قيادة الجيش المواطنين أمام الحقائق الآتية. أولاً، معلومات عامة عن المتفجرات. 1000 أشكالها. توضع المتفجرات ضمن أشكال متعددة، وقد تضاف إليها كميات من القطع المعدنية الصلبة، أو قد توصل بقنابل يدوية وقذائف وذخائر أخرى لزيادة مفعول تشظيها وتأثيرها، وغالباً ما تتخذ الأشكال الآتية: غلافات معدنية، غلافات خشبية، حقائب قماش مموهة بأجسام معدنية ومواد مختلفة، أحزمة ناسفة. أماكن وضعها قيد التنفيذ: أولاً داخل السيارة، في أسفلها بواسطة لاصق مغناطيسي، داخل الأبواب والمسند الأمامي أو في أسفل المقاعد، بالحجرة الأمامية. اثنين، أماكن أخرى: تحت الجسور والعبارات، داخل أنابيب المياه والصرف الصحي ومستوعبات النفايات، داخل حقائب أو أجسام مموهة توضع إلى جانب الطرقات وفي الأحياء المكتظة بالسكان. وسائل تفجيرها: للمسافات القريبة عادة ما يتم استخدام أجهزة إشعال عادية أو كهربائية موصولة بصواعق تفجير. للمسافات البعيدة غالبا ما يتم استخدام أجهزة لاسلكية مبرمجة على موجات محددة. من الجو بواسطة الطائرات، بواسطة ساعات مبرمجة على تواقيت محددة، لدى تشغيل المحركات على أنواعها. ثالثاً، الأجهزة الرسمية المتدخلة في حوادث التفجير: الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الدفاع المدني، فوج إطفاء بيروت، الصليب الأحمر اللبناني. تتوزع أعمال الحفاظ على الأمن والتحقيق والإغاثة والإنقاذ والإخلاء وفقاً لمهمات الأجهزة المعنية ولإجراءات التنسيق القائمة فيما بينها.
رابعاً إرشادات للمواطنين عند حصول تفجير. فور حصول تفجير في أحد الأمكنة تقوم وحدات من الجيش بعزل المكان المستهدف وفتح ممرات خاصة لدخول الأجهزة المختصة، ومنعاً لإعاقة أعمال هذه الأجهزة يتوجب على المواطنين ما يلي: ألف خارج بقعة العزل، عدم محاولة دخول البقعة تحت أي ظرف كان أو تجاوز الأشرطة الموضوعة لهذه الغاية، التخفيف قدر الإمكان من الاتصالات الخلوية والهاتفية لتحاشي الضغوط على الموزعات الرئيسية والفرعية، الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة قريبة من المكان المستهدف، التزام الإعلاميين توجيهات العناصر الموكلة حماية بقعة العزل. داخل بقعة العزل، عدم التجول داخل بقعة الانفجار تجنباً لحصول انفجار آخر، الابتعاد عن أمكنة مجموعات الإغاثة والإنقاذ ورفع الأدلة الجنائية تسهيلاً لأعمالها، عدم العبث بالأدلة والوقائع الجرمية، عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه قد ينفجر لاحقاً وإبلاغ القوى العسكرية والأمنية عنه، تجنب الدخول إلى أمكنة الحرائق وعدم لمس الأسلاك الكهربائية متساقطة بفعل الانفجار، الاتصال بالمجموعات المتدخلة في حال المحاصرة بالحرائق أو الاحتجاز نتيجة الردميات والجدران والأسطح المنهارة، إبعاد قارورات الغاز وجميع المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال عن بقعة الحرائق، عدم المبادرة إلى نقل المصابين بجروح وكسور خطيرة إلا في حال خطر تعرضهم المباشر للحرائق أو الانهيارات، وإبلاغ العناصر أي عناصر الصليب الأحمر أو المجموعات المختصة عن أول. خامساً، يتم الاتصال بالأجهزة الرسمية على الأرقام الآتية: الجيش 1701 أو استخدام تطبيق لافشيل المعمم من قيادة الجيش. ختاماً، تأمل قيادة الجيش من المواطنين التعاون التام حفاظاً على السلامة العامة.